لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء وأهل بيته وأولاده وأصحابه في ذلك اليوم الخالد، يوم الطف، يوم الأحزان. نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعلماء الأعلام وبالخصوص المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله، بمناسبة حلول شهر الأحزان، شهر محرم الحرام من سنة 1440 للهجرة. برنامج هداية السائل للإجابة على الأسئلة الدينية الفقهية العاشورائية وكل ما يخص الشعائر الحسينية. في هذه الحلقة وحلقات أخرى إن شاء الله نحاول أن نجيب على بعض الشبهات التي طرحت في على قضية الإمام الحسين عليه السلام، وبعض الشبهات على العزاء الحسيني والثورة الحسينية. أول هذه الشبهات التي طرحت ويطرحها البعض ويتكلم عنها، وهي أن خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء مع علمه بمقتله، فهو بذلك يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهذا حرام بنص القرآن الكريم كما تقول الشبهة طبعا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آية من سورة البقرة من الآية 195. طبعا للرد على هذه الشبهة وجوه عدة وليست وجه واحد أو اثنين، هناك عدة وجوه يمكن الإجابة بها عن هذه الشبهة في أن الإمام الحسين عليه السلام خرج إلى كربلاء مع علمه بمقتله، وهو مأمور بحسب ما يقال بمحكم هذه الآية أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فإذن فعله حرام. هذا هو فحوى هذه الشبهة ومضمونها. طبعا للإجابة على هذه الشبهة نقول: أولا، طبعا يستشكل البعض أن الأشهر هو أن الآية عامة واردة طبعا في العموم، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، أمر نهي عن عدم إلقاء النفس بالهلكة أو ورود الهلكات. هذا هو مضمون الآية وهذه هي دلالتها، النهي عن إلقاء النفس في المهالك أو في التهلكة. والبعض يقول أن الآية عامة وأن الضمير فيها بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الضمير فيها ظاهر في العموم، يعني المخاطب بهذه الآية جميع المسلمين. إذا كان المخاطب جميع المسلمين إذن يدخل فيهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. طبعا العموم في الآية صحيح،
لكن الصحة هذه متوقفة على أمور، يعني لا نقول مثلا أنها ظاهرة في العموم وأنها لجميع المسلمين حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يمكن بقرائن داخلية وخارجية خروج الإمام عليه السلام من هذا العموم. هناك قرائن، توجد قرائن طبعا كثيرة في أنها أن الخطاب هذا لا تلقوا بأيديكم في التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا الخطاب طبعا لغير المعصومين. هناك قرائن عديدة على أن هذه الآية صحيح عامة في كل المسلمين، في جميع المسلمين بما فيهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إلا أن الأئمة يخرجون من هذا العموم بقرائن خاصة. قال تعالى في نفس الآية، طبعا مقدمة هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه هي كل الآية. طبعا من الواضح أن الأمر الأول أنفقوا، ثم الثاني أحسنوا ولا تلقوا، والنهي هذا فيها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ذني أمرين مع نهي واحد. الأمرين الأول والأخير يعني وأنفقوا في سبيل الله، والأخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ذني الثنين هذين الأمرين الواضح أنها لغير الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بل لغير المعصومين أجمعين وغير الراسخين في العلم، لأن أمثال هذه المستويات العليا من الإدراك لا تحتاج إلى مثل هذه الأوامر، هم يفعلون ذلك. وأنفقوا وأحسنوا، الأئمة عليهم الصلاة والسلام بإدراكاتهم العالية يفعلون ذلك من دون أمر، إذن لا يحتاجه مثل من يملك مثل هذه الإدراكات العالية، لا يحتاج إلى هذا الأمر. من الذي يحتاج إلى هذا الأمر؟ غير المعصوم وغير الراسخين في العلم هم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأوامر، لأنهم لا يمتلكون مثل هذه الإدراكات العالية. إذن بالنسبة لهم، يعني بالنسبة للمعصومين عليهم السلام، هذا القول أنفقوا وأحسنوا هذه من الواضحات، فإذا جاءهم الخطاب فهذا من توضيح الواضحات بهذه الحالة. توضيح الواضحات إذا كان صادر من إنسان عادي نقول أنه قبيح، فكيف من المولى عز وجل؟ وتعالى الله سبحانه وتعالى من أن يقول قبيحان، وحاشا أن يكون كلامه جل وعلا من القبيح. إذن النأي عن التهلكة هذا في سياق هذا الخطاب الذي ذكرناه لكم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، والأخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني بهذين الأمرين الذي يتخللهما نهي، هذا النأي عن التهلكة يعني ابتعد عن التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم يعني ابتعد عن التهلكة، هذا واقع في سياق خطاب لغير المعصومين عليهم السلام، لا للمعصومين بل لغيرهم. إذن نعرف من وحدة السياق أن النهي عن التهلكة غير شامل للمعصوم عليه السلام، هذا أولا. ثانيا أن المعصومين عليهم السلام مسددون بالإلهام من قبل الله سبحانه وتعالى، ولذا لديهم
نوعان من التكاليف، تكليف ظاهري وتكليف باطني. التعاليم الباطنية يعرفونها بالإلهام، هذه طبعا التعاليم الباطنية أهم وأخص من التعاليم الظاهرية، فلا يكون هذا المورد حينئذ حرام على غير المعصومين، بل لربما يكون واجبا بمقتضى الإلهام الإلهي الثابت لديه لدى المعصوم، فيتقدم نحوه نحو هذا الأمر بخطوات ثابتة ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى وراجيا ثوابه الجزيل ببذل النفس في هذا السبيل. ولعل في قول السيدة زينب عليه السلام بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام: ربنا تقبل منا هذا القربان، يكون ذلك دليل على ذلك. هذا ثانيا. ثالثا، أنه من الممكن أنه لا يراد من التهلكة التهلكة المنهي عنها في سياق الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة الدنيوية لا يراد منها التهلكة الدنيوية، بمعنى يعني بمعنى تحمل الموت مثلا والمصاعب العظيمة، طبعا كما يفهمها الناس كما يفهمها العرف حينما يقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإنهم يتبادر إلى أذهانهم مباشرة الموت، أنه يعني لا تلقوا بأيديكم أو لا تلقوا بأنفسكم إلى الموت، يعني لا تموتوا، هذا هو معنى المتبادر عند الناس. إذن من الممكن أن لا يراد به هذا المعنى، بل المقصود من الهلكة هي أو التهلكة هنا التهلكة المعنوية، يعني الكفر مثلا وإلقاء النفس في الباطل مثلا، العصيان، الانحراف، وهذا أمر بالحقيقة منهي عنه بضرورة الدين. هذه المسائل الباطل والعصيان والانحراف منهيا عنها، منهيا عنها بضرورة الدين، لذلك لربما هذا النهي الوارد في هذه الآية يختص بهذه النوع من المهالك المعنوية، وبهذا تكون الآية أبعد ما يكون عما يراد بها الاستدلال من أنه الإمام الحسين عليه السلام ألقى بنفسه إلى التهلكة إذن ففعل حراما. إذن هذه الآية بهذا الكلام هي أبعد ما يكون عن هذا الاستدلال، بل على العكس، حركة الإمام الحسين عليه السلام مصداق لهذه، حيث إن من أهم أهداف حركة الحسين عليه السلام هو التصدي للانحراف والتصدي للعصيان والتصدي لكل باطلين، وهذا الانحراف الذي أدى بالأمة الإسلامية إلى أن تنحرف عن جادة الصواب، تنحرف عن خط الإسلام الأصيل، فما كان من الإمام الحسين عليه السلام إلا أن ينبري متصديا إلى هذه المسألة. هذا ثالثا. الوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة: لو قلنا بحرمة التهلكة، أن التهلكة أو الإيقاع في أو الوقوع في التهلكة حرام، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا النهي ظاهر في الحرمة حرام، فإنها إنما تحرم ما دام صدق العنوان موجودا، يعني فعلا أن هذه هلكة، أن هذا موت، نعم يمكن أن يقال أن هذا حرام. والمفهوم عرفا وعقلائيا أن التهلكة هي معناها الصعوبة البليغة دون نتيجة صالحة، هذا معناها التهلكة أو الهلاك، يعني الصعوبة البالغة
ودون نتيجة صالحة. زين، طبعا النتيجة الصالحة لتعويض هذه الصعوبة البليغة بهذا المعنى. إذا طبقنا هذا المعنى على حركة الإمام الحسين عليه السلام نلاحظ النتائج، فلاحظنا أن نتائج هذه الحركة الدنيوية والأخروية لم تكن تهلك أبدا، بل كانت هناك صحيح هناك صعوبة بليغة لأنها أريقت دماء فيها وقتل خير الصحابة الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وأولاد عمه، وكذلك هو جاد بدمه واستشهد في ذلك اليوم الصعب. إذن أكو صعوبة بليغة، لكن ليس من دون نتيجة، بل هناك نتائج دنيوية وأخروية، إذن لم تكن تهلك بأي حال، بل تضحية، وتضحية بسيطة مهما كانت مريرة في سبيل نتائج عظيمة تعود بنفعها على الأمة الإسلامية جمعاء ومقامات عليا في الدنيا والآخرة. هاي الرابعا من الردود التي يمكن أن توجه إلى هذه الشبهة. هناك رد خامس، أنه فقها وشرعا لا يحتمل في الدين الإسلامي من الناحية الفقهية ومن الناحية الشرعية أن تكون كل تهلكة محرمة، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تكون كل تهلكة محرمة، بل يمكن أن يكون هناك تهلكة ولكن ليست محرمة. مثلا إلقاء النفس، بلي إلقاء النفس في المصاعب الشديدة، هذا مما يستحب أو يجب فيه إلقاء النفس في المصاعب الشديدة، مثل القتال كالجهاد مثلا في سبيل الله وكلمة الحق عند سلطان جائر وتسليم المجرم نفسه للقصاص، فهذه الأمور تهلك ولكنها ليست بمحرمة. وثورة الإمام الحسين عليه السلام من هذا القبيل، إحدى هذه الاستثناءات. طبعا إذا لاحظنا أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لها أسباب، أولا الإلهام الإلهي الذي أمر الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين عليه السلام بالخروج، مما يجعل هذه الحركة وهذا الخروج أمرا وجوبيا. هذا سبب. سبب آخر أنه تلقى الوجوب، الحسين عليه السلام تلقى الوجوب عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يروي ابن الأثير في كتابه الكامل أن عبد الله بن جعفر لما علم بخروج الحسين عليه السلام قال: بلغني أنك تريد الخروج. قال عليه السلام: بلى. قال: أنا أحب أن لا تخرج، يعني هذا عبد الله بن جعفر، قال: أنا أحب أن لا تخرج يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: لقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقد أمرني بأمر وأنا ماضي إليه أو فيه. هكذا، هذا ثاني الأسباب. ثالث الأسباب أن الحسين عليه السلام رأى المصلحة، سواء كانت مصلحة عامة أو خاصة، أنه رأى مصلحة عامة واضحة الصورة بعيدة المدى للإسلام والمسلمين، فكان خروجه عليه السلام من قبيل التضحية بالأمور الخاصة من أجل المصلحة العامة. وذلك قوله عليه السلام: إن كان دين محمد لم يستقم بقتلي فيا سيوف خذيني. طبعا هذه العبارة هي عبارة شاعر، لكن حكاية عن
لسان حال الإمام الحسين عليه السلام يوضح لنا الأسباب الخاصة أو العامة التي رأى فيها الحسين عليه السلام المصلحة لخروجه. طبعا هناك لدينا شبهات أخرى سوف نتناولها إن شاء الله في حلقات أخرى، والحمد لله رب العالمين. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه فيه حكم الإمام ومحكم القرآن.